يعني لا، هل انتوا كنتوا بتتكلموا في موضوع معين وانا لما دخلت كنا يعني؟ بنتكلم في العابرين يا فويس، كنا بنتكلم انا وانت فيه قبل الحلقه، الناس اللي بتسيب وتقوم رايحه للتاني، والقنوات التبشيريه اللي تعتمد على اضعاف الدين الاخر لتقويه مبدا دينهم. ده اللي احنا بنحكي فيه. اتفضل. العابرين، العابرين. طب انت اشتريت مايو عشان تعبر بيه اللي ولا بتعبر كده؟ ده اهم حاجة الاول. يعني انا سباح، انت عارف، من وانا صغير. اسال على عزت وحيد، ولا وحيد عزت، معروف كان عنده حته مايو مقعد المانش. طيب بص يا عزيزي فادي، كنت بتكلم معاك على فكرة، يعني ليه بتلاحظ انه القنوات مثلا، قناة مثلا زي قناة كذا اللي بتطلع تنتقد الدين الإسلامي، تجد ان الأغلبية العظمى من اللي بيتفرجوا عليها مسيحيين، يعني اضعاف 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 المسلمين من المسيحيين هم اللي بيتفرجوا عليها. ليه؟ هو عنده فكرة معينة، اذا شفت ان الإسلام غلط يبقى ده كده اوتوماتيك المسيحية صح. في ناس عندها الحياة كلها حاجتين يعني، او زي الزرار بتاع النور اون واوف، ما فيش حاجة تالتة يعني. يعني لو المسيحية صح يبقى الإسلام غلط، لو الإسلام هو اللي صح يبقى دي، لو دي صح يبقى دي غلط، أوتوماتيك كده على طول. فكون إن أنا أشوف حاجات وحشة في الإسلام أكتر، كل ما يدعم إيماني أكتر إن المسيحية بتاعتي صح. تخيل في ناس ممكن توصل للمستوى ده يعني. فطب أنت ما سألتش نفسك طب ما يمكن الاتنين غلط؟ لا، الفكرة دي مش مطروحة. طالما التاني وحش وشوف الأخطاء عنده إيه، يبقى أنا كده الصح وأنا السليم. طبعا ده فكر طبعا مبني على مغالطة منطقية، لأن ممكن الاتنين يبقوا غلط. دايما الشخص اللي هو بيعبر ده من كده لكده أو من كده لكده، بيشوف نقط ضعف في الدين بتاعه ويشوف نقط قوة في الدين التاني، فبيسيب الضعيف ويخش في القوي. انا عايز اقول ان الموضوع متبادل يعني، يعني مش المسيحي بس اللي بيخش في الاسلام، لو المسلم بيخش في المسيحيه في كده وفي كده. وعايز الفت الانتباه ان العالم كله بيخش في بعضه يعني. انا قاعد هنا مثلا في اوروبا، انا شفت ناس كتيره جدا دخلت في البوذيه. تعرف ان في كثيرين جدا من الاوروبيين دخلوا في البوذيه، وشوف فيديوهات لليوتيوب للهندوس، هتلاقي اوروبيين كتير جدا دخلوا في الهندوسيه، والهندوسي بيدخل في المسيحية، والمسيحي بيدخل في الإسلام، والإسلام بيدخل في مش عارف، وده بيلحد وده يطلع من يعني. أنا يعني كبر نظرتك، كله بيخش في كله يعني. ما تقدرش تقول إنه فقط لا غير إن ده بيخش في ده، لا. فدائما هتجد ده بيخش في ده وده بيخش في ده. فالأساس هنا إيه؟ الأساس إن أنا بشوف مثلا إن الدين بتاعي فيه نقط معينة ضعيفة، وقابل واحد من الدين التاني يديني نقط معينة قوية، فأروح داخل في الدين التاني. يعني واحد مثلا مسيحي يشوف مثلا نقط ضعف، إيه ده الثالوث مش قادر أقبله، يسوع هو الله ولا الكتاب فيه مش عارف إيه، تناقضات معينة، حاجات معينة ضعف. فأجد بقى عند الآخر المسلم الكتاب الواحد الذي لم يتحرف، الإله الواحد، إن فيعمل مقارنة فيروح داخل في الإسلام. واحد تاني يطلع يقول لك لا، الإسلام اقتلوهم وبهدلوهم وعذبوهم، وشوف داعش بتعمل إيه، وشوف مش عارف إيه بيعمل إيه. طب والمسيح؟ السلام بقى والمحبة، ونقبل الآخر ونحب الآخر ونعمل الآخر. فدايما بقارن بين نقط معينة ضعيفة عندي ونقط قوية عند التاني. بينما المفروض ان انا لازم ادرس جيدا لما يقال عن ان هو ضعف عندي وقوة عندي، والضعيف عند الاخر والقوي عند الاخر. ودايما في حتة معينة انه في حاجات كتيرة جدا خابوها عننا كمسيحيين وكمسلمين، حاجات كتيرة قوي كل واحد خباها عن التاني في الدين بتاعه، لكن في عصر الانترنت انفتحت جدا. انا عايز اشارك بحاجة بقى عن اختبار بره دول. تعرفوا ايه عن اليهود؟ انت كمسيحي وكمسلم تعرف ايه عن الديانة اليهودية؟ ماشي معاك التوراة وبتقرأ فيها اوكي، لكن كفكر اليهود نفسه يعني، او بيفكروا في ايه بالظبط، او تفسيرهم ايه لهذا الكلام؟ اليهود كانوا بالنسبة لينا لغز كبير جدا، ما نعرفش عنهم اي حاجة في اي شيء. كنا قاعدين في مصر، لو عايز تعرف حاجة عن اليهود وكمسيحي تسأل فيها الكنيسة، او انت كمسلم عايز تعرف حاجه عن اليهود بتسال الجامع.
يعني عزيز جورج، تتخيل ان احنا ما كنا مثلا مسيحيين في مصر، نسأل السؤال اللي كلنا بنسأله، ليه اليهود ما قبلوش يسوع؟ ليه ما قبلوش يسوع؟ على انه هو المسيح المنتظر. فكانت إجابة الكنيسة لا لا لا، دول مش فاهمين كتابهم، هم عايزين المسيح الجبار اللي مش عارف ايه، وده جه بتاع سلام ومحبة فرفضوه، او كبر او تعنت او، لكن الإجابة من اليهود نفسيهم ما خدناهاش. انا الحقيقة لما كاختبار شخصي انا احتكيت بيهود كتير في اوروبا، الحقيقة اتعلمت منهم حاجات عشرات، يعني هقول ايه، عشرات من الدراسات يعني لا تساوي انك انت واحد من كبار ربوات اليهود يقعد معاك قعدة واحدة ويلفت نظرك لحاجات معينة، يعني آيات معينة في التوراة قريتها بدل المرة 5000 وحافظها وعارف تفسيرها كويس، لكن ما قعدت مع واحد يهودي لفت نظري لحاجات معينة عمرها ما كانت تخطر على بالي نهائي. اه صحيح، ده الموضوع كده. انا شخصيا تركت المسيحية من خلال كذا حاجة، منهم تأكدت انه ما يطلق عليها نبوات عن المصايا تحققت في يسوع، نبوات مزورة مدلسة. يعني اول من لفت انتباهي للحاجات دي اليهود، يعني عشت عمري كله في الكنيسة، فاهم ان هل العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو، ايوه، لكن اول من لفت انتباهي لان الكلمة في النص العبري مش عذراء، لكن يعني الكلمة المقصودة فتاة، هل فتاة. اول من نظفت نظري لحاجة زي كده اليهود، واعتقد انها ابتدت تتعرف بعد كده من خلال الانترنت، كان اليهود هم اللي ابتدوا يلفتوا نظرنا لحاجات كتيرة. يعني الموضوع مش علما، لا بتولا، لا احنا كنا فاهمين غلط، بتولا يعني عذراء، حتى جايه من بتول، لا الكلمه الاصليه هي علما، فتاه، فتى علم، فتاه علما. فايه اللي يخلي المسيحيين يصمموا ويصروا، وكاتب انجيل متى يصر على انها بتولاه مع انها هي علماء، مع ان هي فتاة؟ فده مش نوع من الغش، تزييف لوي عنق الحقيقة؟ طب خليني خد من ده. اقول لك قصه كده ولمحه اتفضل. تاريخيه واشوف تعليقك على الموضوع ده، ان ده مهم جدا ويمس الديانتين في مقتل. يعني لمعلوماتي انا الشخصيه من خلال بحثي البسيط، ليه المسيحيه، ليه المسيحيين الاوائل القرون الاولى ليه تمسكوا بالعهد القديم وصمموا ان هم يحطوه مع كتابهم؟ اللي انا اعرفه في البداية، حتى انت تلاقي الكلام ده موجود في العهد الجديد نفسه، الصراع اللي كان قائم بين بولس وعصابته من ناحية ويعقوب اخو الرب من ناحية، المفروض نختتن ولا ما نختتنش، ناكل ما ذبح للاوثان ولا ما ناكلش ما ذبح للاوثان، نعمل مش عارف ايه ولا ما نعملش ايه، هل نتمسك نتهود الاول وبعدين نبقى مسيحيين ولا ينفع نبقى مسيحيين على طول؟ الصراع ده كان قائم. ليه في الاخر المسيحيين قرروا ان هم يضيفوا العهد القديم، وطلع زي ما انت عارف الجماعه اللي هم ايه قال لك لا العهد القديم ده ما يلزمناش وبتاع، واحنا مارسيان مثلا قرر ان هو العهد القديم ده كله ما يلزمناش، وانا جاب له كام كتاب كده من العهد الجديد وقال لك هو ده الانجيل بتاعنا والعهد القديم احنا ما نعرفوش، مش بتاعنا الكتاب ده، مش بتاعنا واللي فيه كله ما يخصناش. فليه المسيحيين تمسكوا بالعهد القديم؟ لان المسيحيه اول ما ظهرت في البدايه ظهرت انتقلت لروما. اذا كان اساسا شخصيه بولس ده حقيقيه، انا لا اعلم اذا كان فعلا بولس ده شخص حقيقي ولا لا، بس اذا كان شخصيه بولس ده حقيقيه فالمسيحيه بدات تنتشر في اماكن، اما في روما نفسها او في اماكن تحت الحكم الروماني. الرومان كان عندهم فكره عن الاديان، اي دين اي حاجه عندهم قديمه، اي حاجه تعتبر هيستوري بالنسبه لهم، اي حاجه اولد دي تحترم، اي حاجه جديده دي تعتبر بدعه او هرطقه وغير مقبوله على الاطلاق. عشان كده الرومان كانوا بيحترموا اليهود لان هو عارف ان ده دين قديم. لما كان الرومان يروحوا مكان فيه زي المصريين مثلا او اي مكان، لما راحوا اورشليم
لما راحوا الاماكن دي ما كانوش بيجبروا الناس دي على تغيير دينهم. ليه؟ لان هو عنده اي حاجه قديمه دي حاجه مقدسه، وكان عنده البانثيون اوف جاد، ممكن ياخد اي اله قديم في اي مكان ويعتبره صوره من الالهه بتاعته، ما عندوش مشكله فيها. لكن اي اله جديد او اي دين جديد او بدعه جديده دي حاجه غير مقبوله على الاطلاق، وكانوا بيضطهدوهم مباشره. المسيحيين الاوائل لما بداوا يخشوا في الزحمه دي ويشوف ان هو لو انا بقيت دين جديد وتخليت عن اليهوديه وعملت لي انا بقى الشغلانه دي، الرومان مش هيسيبوني في حالي ومش هيقبلوا الكلام ده. فالحل الوحيد ان انا اعمل ايه؟ ان انا اوهم الرومان ان انا من اليهود، انا اصلا ده الاصل بتاعي، انا بس اللي عندي تكمله للدين، اليهود اللي قاعدين هناك دول مش فاهمينها، فانا بقيت اليهودي الحق، انا صاحب الدين القديم اللي تم في كان فيه نبوات واتحققت في شخص جديد، بس انا ما زلت متمسك بالنبوات القديمه. فالحاجات اللي اتكتبت باليونانيه دي اللي اتكتبت تحت رعايه رومانيه اتحط فيها الكلام ده، اتعمل الانتجريشن للنبوات دي عشان في الاخر الرومان يعتقدوا او يوافقوا ان الدين المسيحي ده او الجماعه الجداد دول مش بدعه جديده، لا ده هو نفس الدين القديم وهم عندهم نفس المعتقد القديم، بس هم عندهم تكمله جديده. المشكله بقى ان لما طلعت الطوائف دي، فارس فرسان المعيز لما ظهر في هذه الحقبه وكان يمتطي مع ذاته في سباق المعيز الدولي. معلش دكتور جورج، بس مش كل الناس مش كل الناس عندها الخلفيه يا جماعه. فارس فرسان المعيز يقصد به النبي او المدعي النبوه الاسلاميه محمد، بس عشان ما نقعدش كل شويه نقولها فارس عشان هو يعني الراجل ده كان بتاع معيز وكان ايه معاه معزه سريعه قوي، فكل ما يسمع كلمتين كده في السريع من اليهود يقسمها كده. كمل. المشكله بقى انه طلع في وسط الصراع ده، الصراع ده كان صراع كبير جدا، والمسيحيه بعد كده انقسمت طوائف كتير، والخناقات بقى اللي فويس كان بيحكي لنا عنها، المسيح ده يبقى مين، والكتاب ده ناخده ولا ما ناخدوش، والرساله دي ايوه ولا لا، طب ده يطلع اله ولا نص اله ولا مش عارف، وطوائف كتير جدا تعددت، بس كلهم في الاخر تحت بوتقه ايه؟ احنا اليهود الاصليين واحنا بنكمل الشريعه اليهوديه. فهو طالع في الصراع ده، هو مش داريان اصلا ايه اللي بيحصل. صدف معاه ان هو سمع له شويه قصص، راح واخد زيد في عبيد وهو ولا داريان مين دول ولا بيعملوا ايه، ويحكي عنهم. لما تسمع كلامه عن اليهود والمسيحيين في القران تحس ان هو ولا داريان باي حاجه، تحس ان هو صحي في نص الفيلم، صحي في نص الفيلم وما عندوش اي فكره ايه اللي حصل ولا ايه اللي بيحصل. راح دخل كل ده في بعضه وقال لك مش عارف اليهود بيعملوا ايه، وقالوا ان عزير ابن الله وما عرفش مين، قالوا ان ابن الله، ولا راح جايب لنا في الاخر التجميعه اللي فعلا لما تقراها تكتشف ان الراجل ده بيحاول يقلد دول، بس هو مش فاهم اصلا هم بيقولوا ايه خالص، هو ما عندوش ادنى فكره الناس دي بتتخانق على ايه، هو ليه اخناقه، هو دخل في النص حاول يلزق نفسه فيهم برضه، نفس فكره المسيحيين، هو عايز يلزق نفسه في الحاجه القديمه، لان غالبا الناس في الوقت ده المعتقد بتاعهم ان طول ما الحاجه دي قديمه يبقى هي صح. فهو حاول يلزق نفسه في بني اسرائيل، عايز يلزق نفسه في انبياء بني اسرائيل، عايز يبقى نبي زيهم. المسكين لا يعلم ان بني اسرائيل دول عندهم فكره ان حتى ان كان هيجي لنا نبي او مسايا لازم يبقى من العيله، ما تجيليش من عيله تانية وتقول انا بقيت نبي، حتى لو عملت له معجزه قدامه مش هيصدقك. هو عنده فكره في دماغه، انت لو فهمته مش هتلزق نفسك فيه. بس هو عشان يكسب ثقه الناس بسرعه راح قال ايه اسهل حاجه، الدين القديم الكبير ده العريق اللي الناس بتحترمه اللي حتى الرومان بيحترموه نلزق فيه ونضيف عليه شويه الحاجات الثانيه اللي الرومان اعتنقوها، الرومان بقوا مسيحيين، ناخد من هنا على من هنا ونروح عاملين لنا الفيلم الاخبر ده، يطلع لك في الاخر هذا الكائن المشوه اللي هو عامل زي ما يكون جنين لم يتم اكتماله وحصل له اجهاض وبقى حاجه كده مشوهه بقى مسخ. اتمنى اسمع راي فويس في الكلام ده. شكرا. طبعا كلام منطقي جدا وكلام مظبوط جدا، ان طالما الحاجات القديمه يبقى دي صحيحه وعندنا اتباع كثيرين جدا. طيب احنا ناس جداد، احنا ايه طالعين كده زرع شيطاني؟ لا، ده احنا كماله للقديم، يعني اليهود احنا هنيجي نكمل، وجي بعد كده الاسلام وخد نفس الخط، احنا هنصحح ونكمل. وعلى فكره جه البهائيين ايضا، يعني حضره بهاء الله وقال لك احنا كمان هنكمل. فبيجي كل واحد طبعا لو طلع لوحده هيرفضوه، وانت طالع لكده وانت لا، ده انا يا اخوانا ده انا مجرد الكماله، ده انا لم اتي لانقض بل اكمل، انا جاي اكمل لكم، واللي بعده وانا كمان كماله، واللي بعده وانا كمان كماله.
فطبيعي جدا انه يعني لو في بناء يبقى احنا عشان نبني الدور الاول والتاني لازم يكون في اساس، وبعدين نطلع بقى بالدور ده وده يكمل على ده وده يكمل على ده. زي ما اتكلمت برضو على موضوع ان الرومان شعب وثني ويؤمن بالوثنية، فعشان كده كانت فكرة الثالوث وفكرة ان الالهة تتجسد دي برضو فكرة حلوة ومنطقية ومقبولة. والرومان ما كانش عندهم مانع على فكرة ان انه يكون في ديانة جديدة بإله جديد ويظهر، ايه المشكلة؟ دايما الخطورة بتبقى في الاله الواحد، الاله الواحد بتاعي يبقى لازم احارب الكل عشان يدخل فيه. لكن لو مجتمع روماني او مجتمع يوناني بيؤمن بتعدد آلهة، او يعني المجتمع اللي فيه تعدد آلهة مش محتاج اصلا ان هو يضطهدني او يقتلني عشان اتبع الآلهة بتاعته. طب ما هو في كذا اله، اشمعنى انت عايزني مثلا اتبع مين؟ الاله فلان وفلان. طب ما في فلان وفلان وفلان التاني عند الاخر، اشمعنى بتضطهدني انا وبتسيب دوكا؟ فكلام منطقي جدا طبعا، كلام مظبوط جدا، بل بالعكس بقى انه يعني المسيح نفسه المفروض انه يهودي بنسبة 100%، والكنيسة الاولى بنسبة 100% يهود. فطبيعي انه يعني طب انتوا فجأة رحتوا قلبين، يعني كان العهد القديم بالذات يهوه مش مهتم الا ببني اسرائيل وبس، وباقي الامم يكش تولعوا ب50 جاز وسخ، مالناش دعوه بيكم، احنا بتوع الرب ويهوه والباقي كله مالناش دعوه بيه. طب ولغايه ما جه يسوع، ويسوع خد نفس الخط انه ما بولس تذهبوش. معلش كلمنا عن الصراع. كان روبرت ايزنمان كاتب كتاب اسمه جيمس ذا براذر اوف جيسوس. لو عندك خلفية عن الصراع اللي كان قائم بين جيمس يعقوب اخو الرب وعصابته وبولس وعصابته، لو تفتكر كده من اعمال الرسل والصراع ده والخناقات اللي كانوا بيتخانقوها دي، والناس تتهود ولا ما تتهودش، يظهر لي انا المشهد ان كان فعلا الكنيسه الاولى دي او الجماعه الاولانيين دول كان عندهم اتجاهين معاكسين تماما. ناس منهم احنا يهود واحنا هنكمل الشريعه اليهوديه دي، والامم ما زالوا امم وما زالوا انجاس. حتى بطرس رفض، كان رافض ان هو يروح ياكل عند رئيس المئه وبتاع، وبعد كده نزلت له بقى الملايه من السماء واذبح وكل الارتاله دي. وكان في قسم تاني، قسم بولس اللي هو عايز يصدر المسيحية دي، يصدر الفكر ده لروما، وهو في الاخر اللي نجح لان هو عرف يستقطب قوة عظمى، عرف. ولما استقطب قوة عظمى واقنع الامبراطورية الرومانية بيه، او السكت بتاعه ده في المستقبل لما اقنعه الامبراطورية الرومانية، هي اللي انتصرت في الاخر على الزالوتس، او اللي كانوا بيقولوا عليهم المسيونكس، اللي كانوا عايزين يحاربوا روما ويطردوها، لأن كان في منهم مسيحيين برضه. اتفضل لو عندك. اتفضل. طبعا ده المفروض ان بطرس ويعقوب ويوحنا دول خدوا خط معين اللي هو اليهود، وبولس بقى وناس تانية خدوا الخط بتاع الامم، تلميذه طبعا لوقا المفروض انه كتب الانجيل. فاحنا عندنا جماعتين. طيب هي القصة ببساطة انه يسوع يهودي، واصلا البدايه من اليهود، احنا زي ما بقول لك يهوه بتاعنا والباقي كله مالناش دعوه بيه. عمر ما يهوه مثلا ارسل انبياء او من حد يدعو لعبادته من بني اسرائيل للهند للصين لاوروبا لافريقيا، لا لا لا، كل دول يكش يولعوا، احنا عندنا الاله بتاعنا يهوه واحنا بني اسرائيل واحنا مع بعض كده وخلصت القصه. ولغايه ما جه يسوع كان نفس الموضوع، يسوع نفسه يعني قال للست الكلام المشهور، يعني ما ينفعش ناخد خبز البنين ونرميهولك يا كلبة. كان واضح جدا انه الامر مختص بما بعتهم على اساس ما تروحوش للامم ولا حتى السامريين، المفروض السامريين اخواتكم في اليهودية وفي الاله الواحد، لا لا لا، بل اذهبوا الى خراف بيت اسرائيل الضال. ده كان الخط وده كان الوضوح لغاية ما مات يسوع. وبعد كده يعني مش عارف هل أكون قاسي لو قلت إنه يعني تم سرقة الجثة وادعاء إن يسوع قام، ده مش موضوعنا. المهم لغاية دلوقتي الأمر ما بين اليهود. بعد كده ابتدوا يفكروا، الله
طب ما اشمعنى الخلاص يبقى لليهود؟ ما يعني ما يعني هو كانوا بيلم بفلوس يعني، فقال لك طب ما الامم كمان يعني، ما نجمع فلوس برضو من الامم يعني، ندخلهم في الخلاص يا اخي يعني. يعني فابتدوا بقى يتعاملوا مع شخصية زي بولس، واخد بالك، راجل فيلسوف وفاهم الامور ماشيه ازاي وبيفهم في اليوناني فما تفهمش ايه اللي حصل، بحيث اتفقوا مع بولس على اساس ان هو ينضم للموضوع ويبقى ده بقى ايه، يعرف ازاي يخاطب الامم ويتعامل معاهم. وده يعني في الـ يعني على مستوى الامم بقى نوسع الموضوع. تم دس آية بكل تأكيد لم يقولها المسيح في آخر إنجيل متى: اذهبوا للعالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. مستحيل يكون يسوع قال الكلام ده. ليه؟ ليه؟ لأن اللي يقرأ سفر أعمال الرسل يكتشف إنه زي ما كنت بتقول كده يا دكتور، إنه المجمع الأول مختلفين، ندخل الأمم ما ندخلش، حكاية بطرس والملاية لما، طب إيه اللي مختلفين؟ المجمع الأول قام يعقوب نقى كام آية كده ما لهمش دعوة خالص بأي حاجة في أي شيء، خيمة داود لأن لو كان المسيح فعلا قال الجملة دي كانت كفيلة إنها تحسم الموضوع تماما. لكن تقرأ في كل سفر أعمال الرسل لا يختدروا، لا ما نختلفش، مختلفين، مختلفين على إيه؟ هو مش المسيح قال اذهبوا للعالم أجمع وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها؟ يعني الموضوع خائل للأمم. فبكل تأكيد اللي يقرأ سفر أعمال الرسل يتأكد إن المسيح لم يقل هذا الكلام نهائيا، تم دس هذا الكلام. طبعا إنجيل متى ده يعني شوف اتكتب بعد كام سنة من كتب في الستينات مثلا، أو الناس بتقول لك لا بعد سنة 70، بغض النظر يعني مش أقل من 40 50 سنة بعد وفاة يسوع. فطبعا نكتب بقى اللي احنا عايزينه ونقول اللي احنا واو يسوع قال كده وتنبأ بصلبه والحكايه. ففعلا الكنيسه ابتدت يهوديه لكن حبوا يوسعوا الموضوع، فقال لك لا نتفق مع بولس ونبقى خطين. وبعدين قلبوا على بعض يا عزيزي. ما تقرا رساله غلاطيا، يا سلام، بولس كده يعني واخد بالك مسك لك يعني القديس بطرس وقال له انت مرائي يا مرائي، والأعمدة، وجاب سيرة بطرس ويعقوب ويوحنا، يا مرائين بتعملوا، الله يعني دخلوا في بعض بقى. لا وانت بتعمل كده ليه وعايز الناس تختتن؟ وطلع طبعا بطرس يعني ابتدى في رسالته الثانية يقول لك لا ده بولس حلو وبتاع واحنا الحكاية والرواية. فهي فعلا كانت دعوة محلية، لكن قال لك طب نلم الفلوس ليه من اليهود بس، ما نخلي التانيين يخلصوا ويدفعوا لنا برضه يعني. فدخلت الأمم في اللعبة والخلاص أصبح للعالم كله والقصة. ففعلا اللي يدرس جيدا يكتشف الموضوع ده في حاجات كمان يعني مستخبية. يعني لما نشوف الأناجيل اللي هي يطلق عليها الأبوكريفة اللي احنا اكتشفناها، إنجيل بقى بطرس وإنجيل توما بتاع الطفولة وإنجيل توما الثاني وإنجيل المجدلية، و نكتشف انه لا ده في العصر ده في الوقت ده كان في الجماعه الغنوصيين اللي ليهم الاناجيل بتاعتهم، خد بالك كانت باليوناني واترجمت كمان، وترجمتها يعني ترجمت في مصر للغه القبطيه ووصلت، يعني كان في اتباع كثيرين جدا لدرجه ان الاتباع وصلوا مصر وبقوا كثيرين. فدي برضو نقطه تانية يعني لوقا بيلفت انتباهنا لنقطة مهمة، إنه إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا. يعني في آخرين بيألفوا قصص عن يسوع. الله، طيب يعني إيه اللي يخلي الناس تدعي كذبا قصصا على يسوع؟ كان في فكر مخالف تماما، لكن إحنا طبعا كمسيحيين نادر جدا عندنا المراجع نعرف إيه ولا حصل إيه، لولا بالصدفة البحتة جدا يعني. الله يبارك له يا أخي الراهب اللي أخفى المخطوطات دي في الزلعة في ناجي حمادي، لولاه كان زماننا ما نعرفش أي حاجة في أي شيء عن هذه الأناجيل اللي كانت موجودة ومتداولة. ويعني أثناسيوس الرسول عمل زي عثمان بن عفان كده، ما حرق كل المصاحف وأبقى على نسخة. طب ما أثناسيوس الرسول برضه أبات كل الكتب دي الأبوكريفية وأبقى على 27 سفر، والدليل المخطوطات اللي لقيناها في ناجي حماد اللي كان واضح إنها مخفية من أثناسيوس وبطشه. هل المسيحي البسيط يعرف هذه المعلومات؟
هل احنا بنفتري لما بنقول الحاجات اللي انت بتقولها يا عزيز جورج؟ بيطلعوا يهاجموك وانت غلطان وانت ما بتفهمش وانت مش طب ما تاخد المعلومة من جورج وتروح تبحث فيها. هو انت يا عزيزي بتقول لهم خدوا انا حقائق اهي بقولها لكم، ولا دايما بتقول لهم خدوا وابحث فيها وشوف يا سيدي اللي احنا بنقوله ده مظبوط ولا لا؟ في نقطة تانية دلوقتي برضو عايزك تسلط الضوء عليها، فكرة ان العهد الجديد اتكتب باليونانية. خلي بالك كمان الاسماء، يعني بطرس ده اسم يوناني، هو كان اسمه سمعان، اسمه اليهودي او الارامي سمعان، بس بقى بطرس ده اسم يوناني. بولس كان اسمه شاول الطرسوسي، بولس ده اسم يوناني. بقية الاسماء دي تاما او تامس اسم يوناني. ليه التلاميذ المسيح اللي هم الاراميين اللي هم معظمهم كانوا ناس غلابه، صيادين سمك، ناس على باب الله، اجدع واحد فيهم كان عشار، الناس دي ازاي كتبت كلام باليونانيه وكان عندهم اسماء يونانيه؟ ايه الحكمه يعني وبعدين امتى لحق الناس دي تتعلم يوناني؟ يعني كان بارت ايرمان دايما يقول يعني مزحه يعني او تهريج ان غالبا بطرس بعد المسيح ما يتكرر ان هو يرجع المدرسه تاني وياخد كلاس يوناني ويتعلم يقرا ويكتب يوناني، وبعد كده راح كاتب لنا رسالتين باليوناني. ما فيش حل تاني. انا انت واحد صياد سمك عايش في قريه في الجليل، امتى لحق يتعلم يوناني ويكتب ويقرا ويكتب باليوناني؟ امتى وازاي وكان اتعلم فين؟ هل المدارس كانت منتشره مثلا؟ انت كانك بالظبط بتقول لي انا هدخل دلوقتي قريه في مركز في الصعيد واجيب الواد عبده اللي معاه فوطه صفراء وبيمسح العربيات واخليه يكتب لي رساله بالانجليزي لفويس في اوروبا. ده كلام فوق العقل. مفيش حد قبل ليه كده قال لنا الكلام ده، احنا كنا بنتلقى الكلام ده اللي هو ايه؟ بطرس كتب الانجيل ده، يوحنا كتب الانجيل ده، مش عارف مين كتب الانجيل. طب يا حبيبي هم لما كتبوها باليوناني كتبوها ازاي؟ كتب مين؟ الناس دي اتعلمت يوناني فين؟ طب الاسماء دي ليه؟ ليه عندهم اسماء يونانيه؟ ممكن تسلط لنا الضوء على الموضوع ده؟ طبعا انت اشرت كمان لاستاذ الاساتذه بارت ايرمان اللي هز عروش ضخمه جدا ووقع اقنعه زائفه كثيره قوي قوي وبترعبوا جدا منه، ويطلعوا يحاولوا يهيفوا من كلامه وبتاع، مع انه عالم كبير جدا من كبار علماء النقد النصي. طيب يا ريت اليوناني كاتبه شخص اتعلم لغه يونانيه في فتره قصيره، لا ده اللي يقرا مثلا انجيل يوحنا يكتشف ان اللي كاتبه محترف يوناني، مولود يوناني وعاش عمره كله يوناني، ولازم يكون اديب كمان يوناني. يعني مش لا نجيب محفوظ نجيب محفوظ كده في العربي ولا العقاد ولا البتاع، راجل مش لسه متعلم يوناني اول امبارح، لا ده دارس اليونانيه بشكل احترافي بحيث انه يكتب روايه نص ادبي في لغة يونانية أصلية بطريقة. ده صياد سمك، صياد سمك راح مدرسة دخل وده بعدين دخل مدرستي، يعني أصلا في الوقت ده مين اللي كان بيخش مدارس يتعلم فيها؟ يعني بطرس دخل مدرسة إيه يعني؟ ودخلها فين؟ في روما ولا في أورشليم ولا وحتى يا عزيزي اللي بيجي عندكم أمريكا وبيجي عندي هنا أوروبا ما بيعرفش اللغة بيخش مدرسة عشان يدرس، بعد 10 15 20 30 سنة عمره ما هيكون زي أهل البلد اللي هم متعلمين من الحضانة للجامعة. فعشان كده بارت إيرمان فعلا ليه رأي في الموضوع ده، إن اللي كتب العهد الجديد يستحيل يكون التلاميذ ويستحيل يكونوا شهود عيان أصل، متى مين ويوحنا مين، لا دي ناس يونانيين الأصل. القصص كانت متداولة وبتتسمع من هنا وواحد يسمع حتة من هنا وواحد يسمع حتة من هنا، عشان كده مئات التناقضات اللي بتجدها في الأناجيل السر الحقيقي ليها هي إيه؟ قصص متداولة بلغة معينة، لكن لما جه يعني في الغالب ناس مجهولة يونانيين أخذوا القصص دي وابتدوا إنهم يكتبوها بالأسلوب اليوناني، فعشان كده ظهرت المئات من التناقضات بين ده وده وده. فسفر أعمال الرسل تقرأ على إنه قبضوا على بطرس ويوحنا بالذات الاثنين دول، وبعدين قال لك إنهم وجدوا إنهم عديم العلم عاميان،
يا جماعة أميين، صياد سمك يا اخوان. هو صياد السمك النهاردة في مصر بيعرف إنجليزي؟ واخد بالك؟ يعني صياد السمك يعني بيتعلم لغات، ويتعلم بحيث إنه يكتب رواية أدبية، نص أدبي يعني. إنجيل يوحنا دي قصة أدبية، عن بتحكي قصة فلان عمل إيه وراح فين. فصياد سمك، وفي مدة قد إيه؟ مدة قد إيه إن هو يقدر فطبعا لا، واضح جدا إنه النصوص دي كتبوها ناس يونانيين الأصل يا عمي هذه ومحتوى. معجزة، يعني كتبوها بإلهام من الإله. ليش أنت مكبر الموضوع؟ ليش مو قادر يعني تصدق وتفهم؟ معجزة معجزة، الله الوحي في أكبر، ال أو ياهوي أكبر. الوحي في المسيحية مختلف عن الوحي في الإسلام. الوحي في الإسلام حرف حرف، مش كلمة كلمة، حرف حرف الإله بيعطيها لجبريل، وجبريل بيديها للرسول بتاعه. الوحي في المسيحية مش كده، ده موضوع كبير مختلف. فالوحي في المسيحية مش إن الله بيملي على الرسول حرف حرف اكتب كده، لا. فمن هنا نقدر نفهم الفكرة، إنه الموضوع ببساطة شديدة جدا، إنه طب الأناجيل الأربعة، طيب مش مكتوب عليها أسماء اللي كتبوها، واللي بيكتبوها مش كاتبين من جوه، خدوا بالكم احنا فلان الفلاني. طيب وبارت إيرمان اللي قاله عزيزنا الدكتور جورج، بيقول لك إنه أول مرة من بدايات المرات اللي ابتدوا يكتبوا فيها أسماء الأناجيل دي عشان يميزوها من بعض، كان بعد حوالي 100 سنة، 100 سنة وشوية من كتابة هذه الأناجيل، وللتمييز، عشان بس القديس فلان بيكتب عشان نميز بس، فيقول لك أنا بقتبس من إنجيل كذا. على أي أساس كتبت إن متى كتب ده ومرقس ولوقا؟ أكتر من 100 سنة ما حدش كان بيقول ده إنجيل لوقا ولا إنجيل مرقس ولا. بعد 100 سنة طلعت للتمييز حطيت هذه الأسماء، إيه الدليل؟ فإذا كان دلوقتي لما بنلاقي إنجيل بطرس وإنجيل توما، الأناجيل الأبوكريفية اللي مكتوب أنا فلان بكتب لكم، أنا إخواننا فلان أهو بكتب لكم الموضوع ده، يقول لك لا لا دي كتب مزورة. فما بال واحد مش كاتب لك هو مين أصلا. ويوحنا يعني إنجيل يوحنا، يعني مع احترامي، بيلعب بينا يعني. اللي كان بيحبه يسوع، اللي كان بيحبه يسوع، طب ما كان بيحب العازر، وبعدين ما حدش كان بيحبه. طب تكتب لنا اسمك، يطلع واحد يقول لك لا ده من باب التواضع. الله، طب ما رسالة يوحنا كاتب فيها ان انا الشيخ وانا يوحنا، بولس بيقول انا بولس اهو ببعت لكم، يبقى بولس ما كانش متواضع. يعني الاجابات تضحك، الاجابات تضحك وتهلك بالضحك. ما بتكتبش اسمك ليه؟ طيب البعض بيرى ان دي كتب مؤرخين. لا يا اخوانا دي كتب تاريخية. استنى بقى دكتور جورج، لا لا استنى، دي المفروض كتب تاريخية، ولو رفضتها تبقى بترفض التاريخ. انت شفت نابليون؟ ما شفتوش، لكن في كتب عنه وانت مصدق نابليون، عارف انت اللعبة دي. دي كتب تاريخية، احنا بتوع التاريخ بقى، دي كتب تاريخ. طب عمرك شفت مؤرخ مش كاتب اسمه في الكتاب اللي بيألفه، او يعني بنستنتج ان دي كتابات المؤرخ فلان من ايه ده؟ هو ده التاريخ. طب ليه مش الأناجيل الأبوكريفة دي أناجيل يعني تاريخ كاتبين عليها أسماء؟ يعني الموضوع طويل ومعقد وملخبط. ففعلا الموضوع اليوناني ده، خد بالك يا عزيزي من نقطة كمان، العهد الجديد كله واخد خط إنه يسوع مات، والمفروض إنه هي المجيء بتاعه في يعني سنة سنتين 10 سنين في الجيل اللي احنا موجودين فيه. تستشف هذا الكلام من كل العهد الجديد. يسوع قال لا يمضي هذا الجيل حتى يكون كله، وتلاقي ان يعقوب بيقول لك خلاص هو الرب على القريب، وتلاقي في سفر الرؤيا انا اتي سريعا وعن قريب وعن قريب، وبولس يقول لك بلاش نتجوز، بلاش تتجوز يا استاذ جورج، ليه؟ خلاص احنا المسيح على الابواب، هتتجوز ايه وتشوف ست؟ خلاص الخط كله كده. طيب فات كام يا عم؟ فات 20 سنه، فات 30 سنه، الله. وبعدين وابتدوا بقى يموتوا. طب وبقى لا، فابتدوا بقى يقول لك لا نكتب بقى، واللي المفروض يكون على الابواب ده وقريبا وسريعا فات كام سنه يا عم؟ تعرف يا دكتور جورج، احنا لما كنا بنحضر في الكنيسه، سواء انا كنت زيك كده في الكنيسه الارثوذكسيه وبعدين دخلت في الكنيسه الانجيليه، بقعد في الكنيسه الانجيليه كان يطلع القسيس يقول لك توبوا بقى، كفايه خطيه، المسيح على الابواب، يمكن يجي دلوقتي، يمكن الصبح وهيجي المسيح، انت نسيت انه بيقول لك هيجي سريعا هيجي سريعا. واحنا طبعا نتاثر وبتاع
انا بعد كده فكرت صحيح يسوع قال ها اجي سريعا وقريبا، بس ده قال كده من 2000 سنة، مش اول امبارح ولا الشهر اللي فات، لا ده قال كده من 2000 سنة لما بيقول انا جاي بسرعة من 2000 سنة. اما الله هيجي ببطء يعني سريعا، طب وبعدين فين اللي هو؟ معلش يا فويس، انت مش فاهم النقطة دي. هو لو خرج من 2000 سنة وطلع ورفع او طلع للسماء بسرعة الضوء اللي هي اسرع سرعة، فهو لسه ما غادرش المجرة اللي احنا فيها بتاعت درب التبانة. فانت مش حاسب دي، خلي بالك. هو لسه هيعدي المجرات دي كلها وبعد كده ياخد توك توك تاني ويرجع. ف 2000 سنة ولا حاجة بالنسبة لعمر الكون يعني. اتفضل طيب كمل. هو بعت لك انت الرسالة دي ولا بعتها لنفسه؟ انت بالنسبة لك كمحدود، واخد بالك، بيقول لك انا جاي بسرعة، فبيخاطبك انت مش بيخاطب نفسه. وبعدين اذا قلنا ان الاله ازلي اصلا ابدي من فوق الزمان، يبقى حتى لو قلنا مليارات مليارات السنين ده لا شيء، لاننا بنتكلم عن ازلية، يبقى اذا المفروض ان هو بيخاطبنا احنا مش بيخاطب نفسه. فما يقول لك انا جاي بسرعة، هقول لك حاجة، انا قاعد دلوقتي في اوروبا وانت قاعد مثلا في الهند، انا اقول لك عزيزي فادي انت قاعد في الهند، انا هاجي لك بسرعه. والدكتور جورج برضه يقول لك انا هقابل الدكتور جورج وهنجي لك بسرعه. تفهم بسرعه دي بلغتك انت ايه يعني؟ بسرعه يعني اسبوع، ماشي، شهر، سنه، فات 5 سنين، فات 10 سنين، فات 1000 سنه، فات 2000 سنه، ده احنا كدابين بنضحك عليك، احنا جايين لك بسرعه. يعني مش عارف اقول لك ايه. وبعدين العهد الجديد ما بيقول لك على الابواب، خلاص خلاص يا اخوانا على الابواب، يعني ايه على الباب؟ خلاص الدكتور جورج رايح العياده، خلاص وصل على الباب بتاع العياده وبيحاطط خلاص المفتاح وبيفتح الباب، خلاص فات 2000 سنه. هو الناس دي مش عايزه تفوق، مش عايزه تفهم انه يعني انا في موضوع كبير ممكن نبقى نتناقش فيه، ازاي آسف ان يا في فويس على المقاطعة، معلش الحتة دي بس أنا حبيت أدخل فيها أفكر برضو المسلمين عشان ما يفتكروش إن هم بمنقى بعيد عن الكلام ده. ما تنسوش إن هو قال لكم إن اقتربت الساعة وانشق القمر من 1400 سنة، وما تنسوش إن هو قال لكم بعثت بين يدي الساعة كهاتين وبعثت. الفلسفة والوسطى، مظبوط، يعني على فكرة هم كلهم كان جمال أمون. عندهم نفس نسيب فويس الفكرة بتاعت يكمل التخويف. سرده عشان بس اتفضل ما اتفضل. يتوهش مننا. تمام، كمل يا فويس. ما هو أصل الناس دي يا جماعة ما كانش في ذهنها أبدا إن القصص بتاعتهم دي يعني هتكبر خارج نطاق مدنهم، بالكتير تشمل الحيز الجغرافي اللي هم قاعدين فيه. ما كانش في ذهنهم ان القصص دي ممكن توصل لابعد من فلسطين والجزيره العربيه، توصل افريقيا واوروبا والعالم وكل دول، ما كانش في ذهنهم هذا الكلام نهائيا. يعني الوضع مختلف تماما. يعني على فكره التوراه بتحدد لنا ازاي نعرف النبي الكاذب. النبي الكاذب واحده من الحاجات اللي نعرفها بيه ان هو يقول حاجه وما تتحققش. طيب يسوع قال أنا جاي بسرعة، فات 2000 سنة، الكلام ده ممكن يكون بيجرح البعض أو بتاع، أنا بحاول أراعي ده على قد ما أقدر، لكن ما نقدرش نتعامى، ما نقدرش حاجة شفناها ونخبي أو نقول لا بلاش عشان مراعاة لشعور الآخرين. اليهود رفضوا يسوع ليه؟ حد يعرف من الإخوة المسيحيين؟ رأي الكنيسة زي ما بنقول لكم لا دول وحشين وفاهمين غلط، وإن المسيح المفروض المصايح هيجي ملك عظيم ويسود. طب هما جابوا الفكرة دي منين؟ ما جايبينها من العهد القديم. هو العهد القديم ماليش دعوة بالتلمود، ما هو العهد القديم بيتكلم بوضوح على إن المصايح هيجي يبقى ملك يقعد على كرسي داود وكرسي سليمان. هو كرسي داود وسليمان ده إيه؟ مملكة روحية؟ لا، مملكة أرضية بحت. وجلس على كرسي داود وسليمان ملوك أشرار كمان. فالمصايا اللي جاي المفروض هيجلس على الكرسي بتاع دول، فمين اللي قال لك إنها حاجة روحية؟ يسوع لما يقول مملكتي مش ليست من هذا العالم، يبقى مش هو اللي جلس على كرسي داود وسليمان. يعني الموضوع كبير ومتشعب وداخل في حاجات كتيرة،
والواحد فعلا يعني بيحزن جدا صدقني يا دكتور جورج، اللي يشوف المسيحي البسيط الحلو اللي هو أول مرة في حياته يتفاجأ بالمعلومات دي، وما يروح يسأل بيها الناس التانية يقولوا له لا 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 ده الشيطان، خد بالك الدكتور جورج ده الشيطان، واخد بالك وبيضحك عليك، وهو عايزك ايه؟ عايزك تخش جهنم. فاوعى، سلاح الرعب ده، سلاح الرعب اللي هو جهنم، اوعى اوعى ده الشيطان وبيضحك عليك، سلاح اللي بيمنعني من ان انا افكر، لا 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 الشك، الشك ده ضد الايمان، الايمان لازم تكون يعني اوعى تكون متزعزع في الايمان بتاعك، اوعى اياك. وبينسى ان الكلام ده بيقوله الشيخ برضو للمسلم، لكن لما بتيجي تتكلم مع المسلم في حاجات زي كده ويطلع يقول لك ده انا خايف من جهنم، تقول له يا اخي فكر شوي، نقص شوي. والمسلم برضو يقول للمسيحي ما تفكر شوية، ما تعمل شوية، واذا قال له انت الشيطان يقول له لا فكر. الله، ده بيقول للتاني وده بيقول للتاني، وده بيقول له لا انا خايف من جهنم فبيقول له فكر، وده بيقول له انا خايف من جهنم بيقول له فكر. طيب اذا اللي بيقول لك يعني بيكلمك عن الرعب، هو اساس الفكرة انه مش عايزك تفكر. وبعدين ربنا ضد الشك، يعني فين الدليل على كده؟ لما توما شك، ده انت كمسيحي بسيط، لما توما شك ربنا قال له يا فاشل يا وحش يا اللي والمفروض ان توما ما يشكش، ده واحد قاعد مع يسوع 3 سنين ونص وشافه بيقوم لعازر وشافه بيعمل الخوارق وشافه مش عارف بيعمل ايه وبيشك. فما بالك انت يا اللي ما شفتش اي حاجه، يا اللي ما تعرفش اي حاجه، يا اللي وارث كتاب زيك زي الاخرين، فما تخافش ان يسوع هيعنفك وهيعمل معاك زي توما. ابحث وشوف وفكر وادرس واسأل واكتشف بنفسك الأمور، يعني والمفروض إن يسوع يعمل معاك زي ما عمل مع توما. طب يوحنا المعمدان شك، واخد بالك، بعد ما شاف في العماد والأب يتكلم معاه وجاي مخصوص عشان يشهد، شك بعد كده، بعت ناس يسألوا أنت يعني أنت ولا نستنى واحد تاني، شتمهم يسوع وشتم المعمدان، إزاي بتشك فيا يا ابن لا لا، روحوا قولوا، اتكلم ببساطة وروحوا. وبعد ما التلاميذ مشوا قاعد يمدح في يوحنا المعمدان، طب يا مسيحي يا بسيط يا حلو جدا، يعني ما افتكرش انك لو شكيت يعني يسوع هيعمل معاك زي ما عمل مع المعمدان، تعامل مع الشك كده وهيتعامل معاك مع توما بنفس الطريقة، لكن الشك ضد الإيمان. ويبقى هو الموضوع برضو بتلاقيه عاطفي اكتر، لان لو فكرت كده شويه، لو بصيت على الناس اللي بيتكلموا في الاديان المقارنه، هتلاقي مثلا المسيحي اللي بيتكلم عن المسلم هتلاقيه عقلاني جدا ومنطقي جدا، بس يعني ده اسمه كلام، هل في حاجه في الدين، هل في اله يؤمر بكده، هل في اله يعمل كده، هل التصرفات دي تصرفات نبي، حلو انا معاك مظبوط. طب بالنسبه للكلام ده مثلا اللي احنا بنتكلم عليه في العهد القديم او في اي حاجه، لا لا دي بقى انت مش فاهمها، ربنا بقى كان ليه غرض، وربنا كان ليه حكمة، وربنا كان مش عارف ايه. طب ما انت حاجة من الاتنين، ما انت يا تستمر في العقلانية وتحكم على الكلام زي ما حكمت عليه، يا اما طالما هتطلع اعذار يبقى التمس للتاني العذر برضه، والمسلم نفس الكلام برضه، هيمسك العهد القديم ومش عارف ايه وسفر النشيد الانشاد والفضايح واللي بتقول له مش عارف سرتي ايه وبطني ايه ومش عارف ايه. حلو جميل الكلام ده، ما ينفعش يبقى من عند الله. حلو بالنسبه لسعادتك، ايه الاخبار؟ يعني الحاجات اللي انت الاحاديث بقى والحاجات والسيره والحاجات الجامده دي بالنسبه لها دي ايه؟ لا لا انت مش فاهم بقى، دي بقى ده نبي وكان ليه حاجات خاصه ومش عارف، مش عارف ام سلمة عملت له ايه، وام فتحيه مش عارف كانت جايبه له ربع كيلو مانجا منين، وهري بقى ما تلتمس للتاني الاعذار برضه، ما التاني برضه كان لا مؤاخذه عنده برضه ربع كيلو مانجا وكل حاجه يعني، ولكن ايه الموضوع غالبا بيبقى العاطفة، أنا الدين بتاعي حلو فهلتمس له العذر بأي طريقة، وأنت الدين بتاعك وحش فأنا متضايق منه. الكيل بمكيالين، يعني انا هنا عندي مكيالين لو كان ثانية يا الامر في فويس، الدين الاخر. ثواني طيب ثواني يا فويس، قبل ما تجاوب على جورج، كانت زينب بقالها فترة عايزة تقول حاجة، فأنا وعدتها إن بعد ما جورج يخلص مداخلته هتقول. زينب لو سمعانا ممكن تقولي مداخلتك بسرعة. هي بس مدخلة بسرعة قوي. هو يعني المفروض ان المسيح يجي عشان يخلص الدنيا من الشرور يعني والحاجات الوحشة اللي كانت بتحصل في العالم ويخلصنا بقى وندخل الجنة،
تمام. طيب هو ليه ما ظهرش ايام الحرب العالميه الثانيه؟ على اعتبار ان هو 65 مليون بني ادم، يعني اوروبا كلها ابيدت تقريبا، يعني اللي هو ومحارق يعني وحاجات، يعني مثلا مش مرض وتفشى وبتاع، ده هتلر يعني كانت حرب، يعني الروس بيضربوا هنا وده بيضرب هنا، وكانت يعني جنان، يعني كان جنون، اوروبا كلها كانت تمام. بت يعني هي دي بس الفكره، يعني ليه ما جاش في الوقت ده؟ على اعتبار ان الناس كانت محتاجه الوقت ده اكتر، اكتر من سنه زيرو هجريه ميلاديا، يعني اكتر من ايام الرومان. الرومان كانوا بيعملوا جزيه ومش عارفه ايه وفريضه وضرايب ومش عارفه ايه وكلام، الكلام ده كان موجود في حتت كتيره حوالين الارض كمان، يعني اليابانيين كانوا بيعملوا كده في الكوريين، الحملات العسكريه اللي بتطلع مثلا من النورس، لا بس دي كانت سنه 800 شويه، يعني اللي هم الفايكنج والحاجات دي برضو كانوا بيعملوا الحاجات دي مع الـ في بريطانيا، هي هياها انا قصدي هي كانت يعني انت سنة سؤالك يا 800. زينب، انت عايزه تعرفي لما هو ما طلعش في التوقيت القذر ده مستني ايه؟ مظبوط كده؟ يعني انا قصدي ان هو وبعدين في يعني كانت فعلا يعني بلادي انسين، يعني لو كان فعلا جنون غير عادي اللي كان تمام. بيحصل هناك. اوكي طيب نرجع تاني لفويس، تقدر يا فويس توصل بقى النقط ببعض، كلام زينب بكلام دكتور جورج، اتفضل. لا، لو الدكتور جورج عايز يجاوب انا عندي اجابه، وممكن نسمع برضو لا الدكتور جورج يعني. انت كده كده كنت هتعقب على كلام دكتور جورج، فكده كده المايك معاك. طيب انا حابب ان انا اجاوب السؤال بتاعها، يعني بحسب الفكر المسيحي، الفكر المسيحي ان المسيح جاي مش عشان يخلص خلاص جسدي، لا جاي يخلص خلاص روحي. يعني ايه؟ يعني مش جاي يمسك سيف ويحررهم من الرومان اللي كانوا زلينهم وقتلينهم، مش جاي عشان خاطر يخلصنا من هتلر، لا الخلاص روحي. يعني ايه خلاص روحي؟ يعني يجي حضرتك ويتصلب على الصليب ويموت عشان يحررك من سلطان الخطية، يعني القصة روحية بعد. اما معاناتك مع هتلر ومع اللي بيبهدلوكي وبيضربوكي، لا دي معلش ده موضوع تاني، المسيح ملوش دعوة بالقصة دي. فدي الفكرة المسيحية، يسوع مخلص روحي مش مخلص جسدي. اليهود هم اللي منتظرين مسيح بالطريقة دي، يجي وجبار ويقعد، وهم لغاية دلوقتي منتظرين المسيح ده. اليهود لما تسأل اي واحد يهودي يقول لك انه المسيا بقى لما هيجي، لا مؤاخذة يعني، هيفشخ الجميع، يعني هيمسك المسلمين يرميهم في مش عارف فين، والمسيحيين يرميهم، العالم كله هيجري ورا اليهود. ده في سفر زكريا، كلنا هنجري نشوف واحد يهودي نمسك في الجلابية بتاعته ونقول له الحقنا الحق، والكرة الأرضية كلها هتجري على الهيكل، طبعا هيكل سليمان هيتبري، هنشيل اللي موجود حاليا ونحطه، والعالم كله هيعرف قدرنا وحكايتنا، واحنا المصايا بقى لما يجي هيبقى كده. المسيح بحسب الفكر بتاعك، ده الفكر اليهودي اللي هو المسيح لسه ما جاش وهو هيجي كده بقى ملك كبار كله هيخضع ليه، وعارفه حتى مين اللي هيخضع ليه؟ حتى البهايم هتخضع ليه، الاسد هياكل التبن ويلعب مع الخروف، والتعبان طفل صغير يلعب معاه، يعني سلطانه هيسد دول كمان. فدي الفكرة اللي بتنظروا بيها إليه، إنه ليه ما بهدلش هتلر، لا هيجي ويدمر الجميع. لكن الفكرة المسيحية لا لا لا، مملكتي لازلت من هذا العالم، وأنا بتاع أموت علشانك على الصليب وأخلصك من الخطية، مش أخلصك من الرومان وهتلر. طيب لو دكتورنا العظيم عنده تعليق. لا انا في نفس المكان برضو، بس سأزيدها من الشعر بيتا برضو في الاخر. اليهود على مدار التاريخ بتاعهم فكرة المصايا دي، يعني في الاخر خالص بس الاسفار الزكريا وملاخي، الاسفار الاخيرة اللي هي فيها المصايا الالتيميت بقى، المصايا اللي هو ايه جاي من الاخر، غالبا ما فيش مش كل الطوائف اليهودية مستنية المصايا ده، بس اليهود على طريق على مدار تاريخهم المصايا بالنسبة لهم كان اللي بيجي يخلصهم من المشكلة اللي هم فيها دلوقتي. بس يعني جدعون كان مصايا، وشاول كان مصايا، وداود كان مصايا. أنا دلوقتي عندي مشكلة، فربنا هيعين واحد يبقى هو ده المصايا ومسيح الرب، هيجي يخلصني منها ويرد الملك لإسرائيل. بس
المسيحيين بقى خدوا الموضوع ده to the next level بقى. اولا بقى الالتيميت اللي هو مفيش بقى قبله ولا بعده، هو ده البرنس الجامد قوي. ثانيا عشان ما يعملوش صدام مع روما، لان روما في الوقت ده كان ايام الثوره وهد الهيكل ودمروا اورشليم وخربوا الدنيا، لان اليهود فعلا كانوا مستنيين المسيح اللي هيخلصوا من الحكم الروماني، لان في الوقت ده نيرو امر ان هو يتحط له تمثال جوه الهيكل بتاعهم عشان يعبد مع بقيه مع الاله اللي موجود هناك ده. فلا بقى كده ايه، طفح الكيل واحنا هنعمل ثوره، وفعلا عملوا ثوره، وهم كانوا مستنيين المسيح اللي يجي يخلصوا من ظلم الحكم الروماني. المسيحيين عشان ما يعملوش الصدام ده، الموضوع بقى بالنسبه لهم بقى روحي بقى، لا لا مش مالوش دعوه بقى بالمملكه والعالم، ولا ماليش في الكلام ده، انا عندي مملكه هناك في الملكوت، انا هباخدك هناك، العالم كله يفنى وشهواته يمضي وشهواته، لا لا انا بس عندي مملكه بس هناك، عشان ما عملش صدام مع روما، لان هو يعلم جيدا ان روما مش هتسكت له، وروما فعلا ما سكتتلوش. فراح واخد المصايب بتاعه ده بقى وانتقل الى الهزيع الرابع بقى، قال له خلاص بقى احنا هناك وانتوا ايه احنا، وبولس قال لهم تخضعوا للرياسات والسلاطين وبتاع، ونبقى حلوين كده وندفع الضرائب ونبقى زي الفل. المسيح نفسه قال لك اعطوا مال قيصر لقيصر وما لله، لا انا ما انا لا انا قيصر ولا انا جاي اعمل لكم خلاص من هنا وبتاع، لا لا انا هاخدكم هناك انا في الملكوت بتاعي، وبقى عندي مملكه هناك بقى، لكن انا مش المسيح اللي اليهود كانوا مستنينه. وده من احد الاسباب اللي المسيحيين زي ما بويس كان بيقولوا ان اليهود طلعوا اغبياء ورفضوا المسيح. ليه؟ لان هم كانوا مستنين المسيح الزمني، والمسيح بقى ده مخلص جه بقى في ملء الزمان، الميعاد برضو الميعاد غالبا ربنا كان محدده، قال لك لما جاء ملء الزمان الميعاد اللي هو محدده بالظبط نزل فيه، لا قبله ولا بعده. وهنا نتساءل، هو ليه ربنا حدد الميعاد ده بالذات؟ معلش بقى يعني انت عايز بعد كده الاف وملايين ومليارات البشر يصدقوك على مدار ادينا بقى لنا 2000 سنه هنا، ويا عالم الحياه دي هتنتهي امتى؟ لما انت عارف كده ليه كان ملء الزمان عندك في فلسطين من 2000 سنه؟ ليه ما كانش ملء الزمان ده دلوقتي عشان الكلام اللي انت هتقوله ده وعايز الناس تصدقه يتصوروا صوت وصوره؟ ليه؟ الحاجه الثانيه بقى، هو ليه لما مؤاخذه المسيح ده لازم يجي مره واحده؟ ما دي برضو حاجه غريبه، هو ليه ربنا في كل الاديان الابراهيميه بيظهر مره واحده، او الانبياء بيظهروا مره واحده؟ يعني ليه مش كل يوم ده؟ يعني هل ربنا مثلا في حد مقضيه بحاجه واخد عليه شيك مثلا او كمبياله؟ لو ظهر مثلا كل 10 سنين مره، في حد هيوديه المحكمه؟ في حد هيقدر يقول له انت بتعمل ايه؟ ما تتفضل يا عم انت مكسوف، ليه بعت لنا نبي من 2000 سنه ولا بتاع وخلاص، على كده ظهرت انت كاله من 2000 سنه وخلص الفيلم على كده؟ ليه بعت لنا نبي الاسلام من 1400 سنه وخلصت المسرحيه؟ ما تبعت نبي كل شويه، بلاش تبعت نبي، اعمل لنا اي حركات كده كالشؤوم كده، هز ورينا اي حاجه. هو مين هتحدد لك ان انت تظهر مره واحده في التاريخ؟ مين ماسك عليك حاجه مثلا او زلك بحاجه عشان ما تقدرش تظهر كل شويه؟ انا عايزين الموضوع ده فعلا محتاج اجابه، ومحتاج اجابه من المتدينين، هو ليه يظهر مره واحده؟ وبعدين انا دلوقتي مفيش عدل، انا الناس اللي كانت مع الرسول مثلا مع فارس فرسان المعيز ما شافوا المعجزات والحاجات الجامده بتاعته وشافوه بيشق القمر وبتاع، طبعا حقهم يؤمنوا. انا ما شفتش لا مؤاخذه خالص ولا صوت ولا صوره، يعني حتى ما خدنيش فوتوغراف مثلا ولا بتاع، ولا بعت لي الموضوع على واتساب ولا اي حاجه خالص، انا ليه اصدقك؟ والناس دي كان عندهم معطيات اكتر مني، الناس اللي مشت مع المسيح وشافوه يبرئ الاكمع والابرص ما طبعا لازم يصدق، ما شاف بعينيه. انا بالنسبه لي انا ايه، انا كجورج استفدت ايه دلوقتي؟ ما انا ما شفتش حاجه، ليه عايزني اصدق حاجه وليه هتقارني في الاخر او هتحاسبني زي الناس اللي شافت؟ فين العدل في كده؟ وارجع لنفس السؤال، هو انت ليه بتظهر مره واحده؟ يا ريته كمان دكتور ظهر في وقت فيه كاميرا، وقت فيه يوتيوب، وقت يشوفوه الناس كلها، لا ده في وقت يشوفوه شويه ناس في وقتها وخلصت. يعني يسوع قوم لعازر من الاموات، كويس. الشهود دول اصلا نعرفهم؟ لا. او مين هم؟ لا، ما عندناش عندنا اي مرجع تاني داخل حتى العهد الجديد يؤيد القصه؟ لا. خارج العهد الجديد يؤيد القصه؟ لا. يعني احنا واثقين ان واحد ميت قام بعد 4 ايام نتيجه ان في واحد كاتب لنا ده. يعني انا بس كنت عايز اكمل في فكره، فعلا الفكره بتاعتك عن المسيح هو مخلص، يعني داوود على فكره كان مسيح، يعني اللقب مش مختص به يسوع او عيسى، لا
داوود، والملك اللي قبله شاول كان المفروض مسيح الرب برضه. ده مش كده وبس، ده أشعياء بيتكلم على راجل وثني اسمه كورش، وده بيصفه انه هو مسيح الرب. فالفعلا الفكرة، فواحد يطلع يقول لك لا اليهود مش فاهمين، مين هو اللي مش فاهم؟ انت اللي جيت كمسيحي وغيرت المفهوم. لا لا لا، انا مخلص بقى دلوقتي، روحي انت يا عم جورج راجل وحش لا، وخطاياك والأدهى كتيرة، من كده ادعي ان خلص جه فارس مكان خلص. المعيز وغير المفهوم اكتر، لدرجة انه ما كانش فاهم ان المسيح دي او مسيح ده مسيحا ده، ما كانش فاهم ان ده لقب، ده كان فاكره اسم. بقول لك انا ما قعدت مع الراجل ده كذا كان واحد فاكره يا يهودي قال لي جدعان، يا المسيح. جدعان اللي بتسمعونا على الشات والناس اللي بتسمعونا، فارس فرسان المعيز كان فاكر ان المسيح ده اسمه، فاكر ان ده اسمه في شهادة الميلاد، ما يعرفش ان ده لقب. لا وجود كمان وقال لك عيسى اركب اخو اللي هو عيسو اخو اسحاق. عيسى دي ده ترجمة العربية لليوناني، الاسم يسوع باليوناني الترجمة العربية بتاعته عيسى، انا ما عنديش مانع، بس هو بيكلمك على اساس ان اسمه المسيح، اسمه المسيح عيسى، اسمه كده، هو لا يعلم ان ده لقب، وان كان في ناس تانية زي ما فويس كان بيقول كانت ملقبة بلقب المسيح، ده لقب مسيح يعني مصحى من الرب ان هو يبقى نبي او ملك او مخلص. يا راجل يا جت في المسيح، طب ما عندك ده، انت عندك سورة اسمها آل عمران، اساس ان مريم بنت عمران هي ام المسيح وهي تبقى اخت موسى، وادخل دي في بعض فبعديها. يا دكتور انت بتدقق في حاجات، عديها له يعني. الراجل عمل دين يعني وفي بتقول بس دلوقتي على تعليم كويس على ازاي فعلا الموضوع تطور او الفكره تطورت، المسيحي او اللي هم يطلق عليهم المسيحيين اليوم غيروا فكره المسيحيه، ان من الفكره اللي كان عليها اليهودي اللي هو اصلا صاحب الفكره اللي اخترعها، وراح عملها حاجه تاني خالص، عملها حاجه روحيه حلزونيه بحته، قوم يجي في الاخر فارس فرسان عايز يعملوا اسم والناس بتهيص وتغني وقشطه، ولا ده حد دريان بحاجه، ويجي في الاخر يقول لك مش عارف إيه، انت مش عايز تصدق الاسلام ليه؟ يا حبيب انت مش دريان، انت بتقول ايه اصلا؟ انت ما عندكش ادنى معلومه يا عن الحاجات جورج اللي انت انتوا بتتكلم عنها. كتبكم محرفة، انتوا كتبكم محرفة، انا موافق احنا ان الكتب تربينا على كده، انا شفت موافق ان الخديق؟ الكتب محرفه. انت دلوقتي كواحد مسلم لما تسمع كلمه المسيح دي ايه يعني؟ يعني ايه مسيح؟ ارجع يعني ايه للترجمه محمد الاصليه. يعني؟ ما كل يعني ايه الفيل محمود؟ ما انت اي كلام، انت صحيت بتلاقي كده، لا لا بتاخد كده. لا خلي بالك، اصل ده يظهر ان هو يظهر حتى ان هو ما هوش اسم، ده صفه. وبعدين لو دورت شويه، تعبت نفسك ودورت شويه انت كمسلم، يعني ايه كلمه المسيح دي في اللغه الاصليه بتاعتها في الاراميه، هتكتشف ان هي ليها معنى. لا سدل لنا دي برضو يا جورج، قال لك ان اللغه العربيه دي لغه ادم ولغه اهل الجنه، اللغه اللغات العربيه اللي قبل لغه كده واحده، والكلام ده اللغه مش مهتم. الاراميه اللغة انت الأرامية بتتكلم هي اللغة صح، الأم. انت بتتكلم صح، في الدين الاسلامي مفيش الكلام ده، دين الاسلام اللغه العربيه ده لغه ادم واللغه اللي اتكلم بها مع ابليس وقال له ما سجدتش ليه، ولغه اهل الجنه من الاول للاخر العربيه موجوده. هتقول لي اراميه قبلها؟ كلام كذب. الانجليزيه دي عارض هيجي يومين وماشي، احنا متعلمين حاجات تانية خالص. انت برضو يا جورج ما عشتش ما القرف اللي احنا تنساش يا عايشينه. فادي، ما تنساش يا فادي ان عرش الرحمن مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله. ده راجل عرش يا راجل، ما تقولش الكلام ده ابدا. سيبك منه، كمل مع فويس. اسفين على قطع الحديث المسيحي الجميل، كمل يا فويس انا بس اتفضل انت كنت عايز وجورج. اقول انه يعني كذا واحد يهودي يقول لي الكلام ده، قال لي تعرف ان المسيحيين شوهوا تماما الكتاب بتاعنا، الكتاب بتاعهم اليهودي بيسموه التناخ، او انت عايز تسميه التوراة، عايز تسميه العهد القديم، المسيحيين دمروا شوهوا الكتاب بتاعنا خالص. انت عارف في العهد الجديد حط حاجات واصطلاحات ولعب بحاجات مختلفة تماما، شوه ودمر وغير وعمل بلاوي. الكتاب بتاعنا مختلف تماما عن ده، اقرا بنفسك دي واقرا بنفسك دي. خد بالك كان اليهودي من دول ما بيحاولش يقول لي فكره، لا ده كان بيلفت نظري، تعال بص نقرا دي، تعال بص نقرا دي. انا كنت في البدايات متحمس قوي، يا بتوع اشعياء 53 اللي مخبيين ومش عايزين تقروه، فين اله اله لماذا تركتني في مزمور 22 يا اللي. طب بس دقيقه واحده يا حبيبي، هدي نفسك هدي نفسك، اشرب بس كوبايه ميه دقيقه واحده، تعالى فهمني خدني فين يا حبيبي النبوه الخطيره اهي شايف بتقول ايه. يقول لي طب ممكن حضرتك تقرا اللي بعديها او تقرا اللي قبليها،
او تشوف السياق بيقول ايه او ده، بس مش يقول لي ده انا تفسيري كذا، او لا بيلفت نظري. طب ممكن تقرا اللي بعديها، اه طب انت فهمت ايه دلوقتي، ابحلق فيه كده واقول له يعني اصله. الفكره النبوات المسيحيه هي نفس الفكره الشهيره بتاعت لا تقربوا الصلاه، اللي هو القران بيقول ان احنا ما نصليش، الدليل اهي بيقول لا تقربوا الصلاه. دي الفكره المسيحيه عن النبوات الخاصه بيسوع، ياخد كده حاجه من السياق، لا نشوف قبلها ايه ولا بعدها ايه ولا الموقف ايه ولا القرينه بتقول ايه ولا اي حاجه في اي شيء، اهي هوب امسك دي، امسك نبوه اهي واطلع اجري بيها. شايف الابهار، شايف الذهول، ازاي اشعيا من قبل يسوع ب 700 سنه عرف هذا الابهار ابهار ايه وبتاع ايه، انت واخد لي حته وما انتش فاهم اصلا انت بتقول ايه، واقرا اللي بعديها هتلاقي انها قصه تانية خالص غير اللي في دماغك.